أحد المعاهد الخاصة في مجال الصحة والمهن شبه الطبية بالعيون، شراكة مع مكتب توظيف ألماني يتغير توفير فرص شغل لخريجي شعبة التمريض في المستشفيات والعيادات الطبية بألمانيا. والتفاصيل في متابعة المتدربة أميمة الليبكة والمختار خيا. في إطار المواكبة الميدانية التي تقوم بها الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص ودعما لإيجاد فرص الشغل بعد التخرج داخل وخارج أرض المغرب، عقدت بمدينة العيون اتفاقيتي شراكة بين الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص ومعهد متخصص في مهن التمريض والمكتب الألماني للتشغيل. الاتفاقية التي يراهن عليها طرفاها لإيجاد مناصب شغل بالمستشفيات الألمانية. احنا هنا متواجدين في إطار توقيع في التوقيع ديال الشراكة مع شريك ألماني لإدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني الخاص في قطاع الشغل الطبي، خاصة الممرضين، إدماجهم في سوق الشغل بألمانيا، خاصة في المستشفيات داخل ألمانيا. عندنا شركة تجي احنا فعلا بالنسبة للقطاع ديال التكوين المهني الخاص هو شريك للدولة، وتنكونوا بيان سور سوق الشغل ديال المغرب، ولكن كذلك عندنا برنامج اللي هو ديال الادماج الدولي سادير بلاسمون انترناسيونال بالنسبه للمتخرجين ديالنا اللي عندهم مشروع ديال الهجره. دونك تندير لهم لاكومبانيمون في التكوين هنا في المغرب في اللغه الالمانيه، ومن بعد يتواكبوا باش يشتغلوا في المستشفيات خارج المانيا. أعجبت كثيرا بهذه المدينة وبمستوى التنمية بها. نحن هنا من أجل توقيع اتفاقية مع الفيدرالية المغربية للتكوين المهني في القطاع الخاص، والتي تهم دمج خريجي المعاهد الخاصة في سوق الشغل بألمانيا. سنعمل على مواكبة المستفيدين من هذه الاتفاقية في مجال تعلم اللغة الألمانية وأيضا الاندماج داخل المجتمع الألماني. شكلت زيارة ممثل المكتب الألماني للتشغيل لمدينة العيون فرصة للوقوف بشكل مباشر على التجارب التكوينية بالأقاليم الجنوبية للمملكة في مهن التمريض، حيث يخضع العديد من أبناء العيون ممن اختاروا هذا التخصص لنظام بيداغوجي يراعي سوق الشغل المحلي والعالمي. بالنسبه لما استضفنا عندنا الوفد الالماني على حساب يتعرفوا على الامكانيات ولي ستاجير ديالنا باش يمكن لهم يكملوا الدراسه ديالهم في المانيا والعمل كذلك. جد سعيد بالتواجد بمدينة العيون بالجنوب المغربي من أجل توقيع اتفاقية شراكة مع هذا المعهد. سنكون جد سعداء باستقبال خريجي هذا المعهد بألمانيا للاشتغال بالقطاع الصحي. وتكتسي مهن التمريض أهمية بالغة في العملية الاستشفائية بالمؤسسة الصحية، وتبقى هذه الاتفاقيات والشراكات وسيلة من وسائل تحفيز المتدربات والمتدربين على بذل الجهد والتحصيل العلمي قصد إيجاد فرص شغل داخل وخارج أرض الوطن.